ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج الاسد، هنتكلم النهارده على توقعات شهر اكتوبر لعام 2022. مبدئيا كده احنا هيكون عندنا اكتر حاجه موجوده خلال هذا الشهر، وهي التعامل مع الناس اللي حوالينا. جدا هيبقى كتير في حديث متواجد، هيبقى عندك ان انت بتتكلم مع فلان وعلان، وعندك صحبة هنا وهنا، وعندك كمان علاقات كتيرة فيها مشاكل. يعني في علاقات بتنشأ، وفي علاقات تبقى وطيده، وفي علاقات فيها حديث او نوع من انواع الجدليه، وفي علاقات هتبقى بتنتهي. فاذا هيبقى في كتير من التفكير في هذا الامر في الناس اللي حواليك، والنقطه دي هتبقى شاغله بالك قوي، وشاغل بالك موضوع معين، شاغل بالك قد ايه ان انت يعني ان انت عايز تعمل حاجة مميزة، شاغل بالك ان انت عايز تتقدم في حاجة، شاغل بالك ان انت عايز توصل لحق من الحقوق. فبالنسبة لك ده اكتر شيء موجود في بالك يا برج الاسد. جدا النقطة اللي بعد كده، ان برج الاسد هيكون عندك في الشأن المهني كتير من الحركة، يعني عندك كتير مساعي للامور المهنية لاجل انك عايز تكسب او عايز تعمل حالة من التعويض. اكتر اول 10 ايام اصلا كوكب عطارد موجود ببرج العذراء، وده هيبقى بيأثر عليك نوعا ما في ان انت هتحس بتقل شوية، يعني بتحاول انك تسعى لشغل، بتحاول كتير ان انت تستعيد عمل، بتحاول كتير ان انت تحسن وضعك المهني، لكن انت عندك تقل. التقل ده سببه ايه؟ سبب العلاقات وخلاف العلاقات، وان انت عايز تصل الى حقوق، وعايز ان انت تحقق حاجة، في حاجة في بالك شغلة بالك. والمشكلة بتاعت برج الاسد ان هو مش بيعرف يفكر في اكتر من شيء، يعني بيبقى لما بيتضغط في حاجة معينة او حاجة ليها علاقة بمطلب قوي او احتياج قوي عنده، فبيبدأ ان هو ما بيعرفش يفكر في المليون حاجة اللي حواليه، ودي بتبقى سبب لمشكلة كبيرة هتقابلها خلال اول 10 ايام بإحساسك بالتقلة. عندك احساس بتقل، احساس بضغوط نوعا ما. طيب برج الاسد، الوضع اللي ليه علاقة شوية بالامور كمان اللي هي المهنية، ان هيكون عندك بعض المشاكل او الخلافات مع اصدقاء العمل او مديرين العمل اللي بتحاول ان انت تثبت نفسك في وضعك المهني عشان تبعد عن المشاكل دي. الوضع المهني كمان انت بتحاول تستعيد عمل قديم، بتحاول ان انت تقوى في عملك، بتحاول تعمل مشروع او توصل لحاجة مميزة. من بعد يوم 10، من بعد يوم 10 هيبقى عندك وصول لشأن مهني جيد، هيبقى عندك محاولة للاستقرار وبتقدر عليها، عمل جديد بيجيلك او عروض مهنية بتجيلك، مساعي مهنية قد تحقق ايجابيات بالنسبة لك، بتقدر ان انت توصل لخطوات ناجحة في الشأن المهني. حتى الناس اللي عندها اختلافات في العمل او مشاكل في عملها هيكون في تسويات او تصالحات نوعا ما، نوعا ما متواجدة. خلال الاسبوع الاخير لما الشمس تكون موجودة ببرج العقرب، ده هيأثر على شخص الاسد جدا، لان هيأثر على ايه؟ هيأثر على انه هيبقى برضو في زي لود اكتر، او ان انت عايز تعمل استقرار اكتر بسبب جدل حوالين الشأن المهني. عشان كده احذروا من السمعة، احذروا من ان انتوا تقوموا ببعض الافعال اللي ممكن تؤدي الى تشويه سمعتكم، او ان هي تعرضكم لمسؤوليات قانونية، او تعرضكم لامور مش لطيفة تجاه مديرينكم في العمل. فخلي بالكم كتير في خلال الاسبوع الاخير، لان ده هيبقى فيه تهديد لاستقرارك المهني اكتر، فلازم تاخدوا بالكم. ده للناس اللي بتشتغل في حاجة ليهم ممكن يحصل فيها مشاكل الاخ، يعني اذا احنا تجنبنا ان احنا نقع في المشاكل او الحاجات اللي ممكن توقعنا في خلافات او مشاكل، هنبقى بمأمن. وزي ما قلت لكم كده برضو في النطاق المهني، انت بتسعى كتير لنجاح، بتسعى كتير لتقدم. اول 10 ايام بتحاول جدا ان انت تيجي على نفسك رغم التقل ورغم المتطلبات، لكن بتقدر تعمل ده من بعد يوم 10. وخلال اخر 10 ايام بالنسبة لك هيكونوا تقال، او من يوم 23 بالاخص. طيب برج الاسد، اذا ده الشأن المهني. الامور المتعلقة بالوضع المالي، برج الاسد عندك احتياجات مالية كتير على فكرة، ومتطلبات مالية، كأنك بتحسب حسبة، يعني بتحسب كده، بتعمل خريطة مالية لنفسك، لان عندك متطلبات كتير، عندك مطالب انك تدفع فواتير، مطالب سداد ديون، مطالب ليه ان ببعض المصاريف، مطالب بيه ان انت تخلص عبء عليك، محتاج وضع مالي معين. فبالتالي برج الاسد انت في فلوس مطلوبة منك،
في فلوس مطلوبة منك. واي نعم انت بتسعى كتير الى استرجاع حقوق مالية، يعني انت بتسعى ليه ان انت ترجع حق من الناحية المالية، بتسعى الى ان انت تصل الى استقرار مالي، يمكن عندك حقوق متاخده منك بتسعى كتير الى ان انت تحصل عليها. طب بالنسبه لبرج الاسد، المساعي للامور الماليه دي هل هتحصل عليها ولا لا؟ هو من بعد يوم 10 اذا كان لينا الحقوق دي فعليا فهنحصل عليها، يعني اذا كان الحق فعليا خاص بيك فهتحصل عليه، اذا كان حق مش من حقك يعني او حاجه انت بتدور عليها مش من حقك فمش هتحصل عليها. فخلي بالكم كتير لانها هتاثر على نفسيتكم جدا، وممكن تعمل خصومه ما بينك وما بين ما بينك وما بين اشخاص يكاد يكونوا كانوا مقربين لك. فخلي بالكم كتير لان ده هيعمل لكم وجعه ومش هتحسوا بيها الا على بعد يوم 23، هتحسوا بالوجيعه دي ان انتوا فقدتوا الاشخاص دي بسبب تصرف خاطئ او بسبب تصرف غير مدروس. طيب بالنسبه ليه برج الاسد، حاولوا كتير ما تسمعوش اراء حد او كلام حد او تصرفات حد، ما تسمعوش لحد جدا الا بالتفكير والتمعن في الراي ده، في الفكره دي، في الشخص ده، تمام. طب بالنسبه للامور العاطفيه، الوضع العاطفي كوكب الزهره موجود بالمنزل الثالث اللي هو برج الميزان لحد يوم 22. بالنسبه لك الفتره دي هتكون كتير فيها من اللقاءات والعلاقات للناس اللي هم مش مرتبطين، في كتير من اللقاءات والعلاقات وكتير من البدايات اللي قد تنشا، يعني يبقى عندنا حاله من الحب، حاله ليها علاقه بمشاعر جديده تنشا، حاله ليها علاقه بايجابيه، في اقدر اقول امور عاطفيه جيده هتكون متواجده. الامور العاطفيه المتواجده دي هتحسسنا جدا ان احنا يعني في الحياه هتنعيش برج الاسد، لان هيبقى فيه اهتمام حلو. بالنسبه للناس المرتبطين، الناس المرتبطين في جزء، فعندك اللي هو في جزئين، جزء اللي هو في بعض المشاكل او الخلافات، وده هيبقى بيأثر نوعا ما على برج الاسد انه لازم يبقى حذر اكتر، لان ممكن يحصل قطيعه، يعني ممكن يحصل بعد، يحصل خلاف، خاصه مع ابراج مائيه زي برج الميزان او برج السرطان او برج الثور بالنسبه وبرج العقرب، فدول اكتر الابراج اللي لازم تاخد بالك كتير في التعامل معاهم، والقوس الناري، لان الابراج دي هيبقى عندهم فكره اللي هو العصبيه شويه ومش هيبقى عندهم طاقه صبر يعني. فخلي بقى صبر في ان انت تبقى بتشد معاهم في التعامل، فخلي بالكم كتير. فبرج الاسد هيكون عندنا بعض الاختلافات اللي ممكن تبقى بتصعد اذا برج الاسد نفسه ما اخدش هدنه مع نفسه ويتحمل العصبيه مع نفسه. ده بالنسبه لي برج الاسد جدا. النقطه الثانيه، علاقات الصداقه اللي بتتحول للعاطفه وانتم مرتبطين، خلي بالك، او علاقات طرف ثالث، خلي بالكم كتير ان انتوا تقعوا فيها لانها هتخسركم علاقتكم الاساسيه. طب الناس المرتبطين وحياتنا عاديه، اخلي بالي وما دخلش اطراف اخرى في امور العاطفيه، مين اللي يخلي باله، برج الاسد ولا شريك الاسد؟ لا، برج الاسد نفسه، فلازم اكون حريص جدا. طب الناس المنفصلين، في رجوع ولا لا؟ برج الاسد انت بتفكر كتير في الرجوع، بس بتفكر في الرجوع ان انت عايز ان الشخص الاخر هو اللي يرجع لك، عايز ما تبقاش انت اللي هو فكره لما ما بقاش انا اللي بهين نفسي مثلا، انت شايفها اهانه لنفسك او شايفها اهانه لنفسك، فانتوا عايزين اللي هو لا، اللي قدامنا ياخد خطوه، والنقطه دي كتير هتكون موجوده عندكم. ده من حيث الوضع العاطفي بصوره اقدر اقول سريعه، هنتكلم على الوضع العاطفي بصوره تفصيليه وعلاقتك مع كل برج ده في فيديو اخر، لكن خليني اتكلم على الوضع العائلي والاجتماعي لان في جدل. هو الوضع الاجتماعي يعني من حيث الاصدقاء هيكون عندنا طاقه دعم، يعني اشخاص بيدعموك من الاصدقاء، هيبقى في اشخاص بيدعموك بعروض مهنيه، في اشخاص بيدعموك بعروض كسفر، هيبقى في سفر على فكره واجراءات ليها علاقه بانتقالات كتيره، خاصه اول 3 اسابيع في انتقالات كتير، فده هيبقى بيأثر على برج الاسد جدا يعني. فهيبقى كتير من الاشخاص اللي عايزين يقفوا معاكم ويدعموكم بعروض او سفر الخ، بس هتبقوا بتفكروا في الامر قوي، يعني بتحاولوا كتير ان انتوا تدوا نفسكم فرصه وتفكروا كتير والجو ده. برج الاسد كمان بالنسبه للامور العائليه، خلي بالكم كتير من المشاكل اللي ممكن تكون متعلقه بامور قانونيه، قضائيه، امور خاصه بميراث، ممتلكات، الجو ده، لان ده ممكن يعمل قطيعه ما بينك وما بين اطراف عائليه. مش هتحس بان انت بعيد عن اطراف عائليه الا في الاسبوع الاخير، هتحس ان انت محتاج حد من الاهل قوي، وفي نفس الوقت هتحس ان هو مش موجود الحد ده.
وده يبقى امر بيتعبك جدا. ده بالنسبه لبرج الاسد في توقعات شهر اكتوبر بشكل سريع. اتحدثنا توقعات الاسبوع، هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر. عامه بتمنى كتير اني اكون في التوكم. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.